فترة الأخبار مع نجاح المولى. أهلا بكم إلى هذه النشرة. اللجنة العليا تبقي على الحظر الجزئي وتصدر تعليمات خاصة بشهر محرم الحرام. تزايد الإصابات بكورونا بين الكوادر الصحية في العراق، وروسيا تكشف نتائج لقاحها قريبا. ترحيب إيراني بنقض تمديد حظر الأسلحة، وبومبيو يصف الرفض الأممية بالخطأ الجسيم. انطلاقات مباحثات مصرية سودانية في الخرطوم لوضع نهاية حاسمة لأزمة سد النهضة. أهلا بكم. قررت اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية استمرار حظر التجوال الجزئي يوميا من الساعة 10 مساء إلى الساعة 5 فجرا، مبينة أن الحظر سيكون جزئيا أيام الخميس والجمعة والسبت، مع تجديد تطبيق الإجراءات الصحية الصادرة عن اللجنة العليا. اللجنة ذكرت في بيان أن الحظر يشمل منع انتقال المواطنين بين المحافظات إلا للضرورة القصوى، وفيما يخص الشعائر الدينية في شهر محرم الحرام، تضمن الحظر منع دخول الزائرين للسياحة بأشكالها كافة من خارج العراق منعا باتا، والتأكيد على التزام المواطنين بتوجيهات المرجعية الدينية العليا ذات الصلة. وللحديث عن هذا الملف ينضم إلينا مباشرة المتحدث باسم وزارة الداخلية اللواء خالد المحنة. حضرة اللواء، أرحب بك. ورغم الرقابة الشديدة على عدم كسر حظر التجوال، لكن واضح جدا أنه هناك كسر للتجوال في بعض مناطق العاصمة، وأيضا يعني هناك لربما تعامل يختلف تماما عن بقية أو أجزاء أخرى من العاصمة بغداد. هل سيتم التعامل بإجراءات أخرى إذا ما بقي الحال كما هو؟ نعم، تحياتي لحضرتك وإلى جمهورنا الكريم. بالنسبة إلى تشكيلات ومديريات وزارة الداخلية، فهي ملتزمة بواجباتها الاعتيادية، لا سيما خلال فترة جائحة كورونا، ملتزمة بتنفيذ إجراءات التي تصدر من لجنة الصحة والسلامة الوطنية التي يرأسها السيد رئيس مجلس الوزراء. يعني الفترة الماضية كانت هنالك عدة إجراء، اليوم الإجراء هو الحظر، تعميم الحظر الجزئي، والقوات الأمنية ملتزمة بهذا الموضوع. نعم، هو الحقيقة يعني في الفترة الأخيرة كان هنالك تراخي من قبل بعض المواطنين في مدى الالتزام بهذا القرار. السبب أعتقد أنه طول هذه الفترة وصعوبتها. نعم، الفترة كانت صعبة على المواطن الكريم، لا سيما الفئات التي تعتمد في قوت يومها على الأجر اليومي. لذلك توجهات لجنة الصحة والسلامة هي بأن يكون الحظر حظر جزئي، مع مراعاة التوصيات التي تصدرها الخاصة بتنفيذ إجراءات الوقاية وكل هذه الإجراءات، لا سيما خلال الفترة القادمة، فترة شهر محرم والزيارات الدينية وغيرها. ذلك جملة من التعليمات نأمل أنه مواطننا الكريم يلتزم بها. نعم، قوات الشرطة هي ملتزمة بأن تنفذ هذه التوصيات الإلزامية، ولو من خلال استخدام تنفيذ القانون، وهنالك أرقام يومية تصدرها عن خلفية ضبط أشخاص أو ضبط عجلات أو دراجات وغيرها تحاول تكسر هذه الإجراءات. لكن نأمل أنه كل هذه الإجراءات هي بالتالي تهدف إلى حث المواطنين على الالتزام. هل هناك حضرة اللواء، هل هناك المزيد من الإجراءات فيما يتعلق بتطبيق الحظر الجزئي؟ نتحدث مع قرب يعني مراسم شهر محرم الحرام،
هل من جديد فيما يتعلق بالإجراءات الأمنية المتخذة؟ نعم، الحقيقة وزارة الداخلية تأخذ التحذيرات اللي أصدرتها وزارة الصحة على محمل الجد، من أنه يعني للأسف الأرقام بدأت بالتصاعد، ونخشى أنه من خلال يعني عادة الزيارات وغيرها من هذه الأمور قد تسبب تفاقم وزيادة في حالات الإصابة بهذا الفيروس. لذلك الفترة القادمة راح تشهد تشدد من قبل القوات الأمنية، لا سيما أن هنالك دعوات من قبل المراجع الدين العظام وعلى رأسهم السيد السيستاني بضرورة اتباع الإجراءات التي تصدر من الجهات الصحية، مبدأ الوقاية ومبدأ التباعد الاجتماعي ومبدأ التعفير والتعقيم، وهكذا كل هذه المبادئ اللي اليوم أصبح مواطننا على اطلاع ودراية بها. طيب، ونأمل أن يكون هنالك مجال للالتزام الأكثر. طيب، إذا ما تحدثنا عن هذه الإجراءات، هل ما حصل في مدينة الصدر بالتحديد من ضرب المدينة بطوق اسمنتي كونكريتي، هل هذا يندرج في إطار الإجراءات الأمنية المتخذة مع قرب حلول شهر محرم الحرام حضرة اللواء؟ نعم، الحقيقة هذا المواضيع هو حصرا من اختصاص قيادة عمليات بغداد. طيب، ويعني القيادة هي لديها دراسات ولديها إجراءات خاصة بها. يعني طيب، نتحدث إذن في سؤال أخير حضرة اللواء، يعني فيما يتعلق بالإجراءات لحد هذه اللحظة لم تتضح ما هو القادم من الإجراءات. تحدثت بشكل تفصيلي عن مجمل ما حصل، لكن فيما سبق أسأل هنا عن إجراءات جديدة حتى لو كان من حيث المبدأ تم الاتفاق عليها حضرة اللواء. يعني هو الحقيقة قوات الشرطة دائما تلتزم بالتوصيات الإلزامية التي تصدر من لجنة الصحة والسلامة الوطنية، لا توجد أي إجراءات خارج نطاق هذه اللجنة. كل الإجراءات التي يعني في الماضي ذكرتها وقررتها اللجنة كانت محل تنفيذ مباشر من كافة تشكيلات وزارة الداخلية، سواء في جانب الحدود أو في المنافذ الحدودية، المطارات وغيرها، وحتى في قواتنا المنتشرة في عموم مناطق البلاد. أنا أشكرك جدا، المتحدث باسم وزارة الداخلية اللواء خالد المحنة. سجلت وزارة الصحة والبيئة 2571 حالة شفاء من فيروس كورونا في عموم محافظات العراق. الوزارة شخصت أيضا إصابة 4293 إصابة، فضلا عن 76 حالة وفاة. تفشي كورونا في البلاد وتداعياته الكبيرة على مختلف المجالات لم يسلم منها الجيش الأبيض، الذي سجل ارتفاعا في إصابات كوادره العاملة وسط مطالبات بتوفير الحماية الكافية لخط الصد الأول في مواجهة الجائحة. في المواجهة المفتوحة مع العدو الخفي تتوالى خسائر الجيش الأبيض، أكثر من 10,000 إصابة ما بين طبيب وممرض وكوادر صحية أخرى. الأرقام المتوفرة لدى نقابة الأطباء تشير إلى أن عدد الأطباء المصابين بفيروس كورونا وصل إلى 1300 طبيب، أما عدد الوفيات فبلغ 32 طبيبا، تصاعد يعزوه المختصون إلى تفشي الجائحة وارتفاع أعداد المصابين وضعف الإجراءات الوقائية. الأسباب عديدة حقيقة للإصابة، قسم من أنت تتعلق بتدريب بعض الكوادر على التعامل مع الجائحة ومع الإجراءات الوقائية ما كان جيد، قسم من قسم التدريب. أيضا الإجراءات الوقائية داخل المستشفيات ما كانت بالمستوى المطلوب، ما كانت متابعة للإجراءات الوقائية، التزام المواطنين أو التزام الكوادر الطبية بالإجراءات الوقائية ما كان جيد. كل ما تزداد نسب الإصابات راح يعني هذا الشيء راح ينعكس علينا كأداء، لأن أنت من تتعامل مثلا خلينا نقول مع 10 مرضى مو مثل ما تتعامل مع 1000 مريض، زين تعرف. وبنفس الوقت راح تزيد عندنا نسبة الإصابة بين الكوادر.
الإصابة لم تقتصر على الأطباء، بل شملت الصيادلة والملاكات التمريضية، فضلا عن الملاكات الصحية والمختبرية التي تقدر إصاباتهم بأكثر من 8000 إصابة في عموم العراق بحسب إحصائيات غير نهائية. السبب الأساسي أنا أشوفه هو الاختلاط المباشر مع المريض، وأيضا زيادة الأعداد من المرضى الحاملين للفيروس اللي ما عندهم أعراض واللي هم يكونون ناقلين للعدوى، وأيضا عدم التزام المريض بإجراءات السلامة والوقاية لمنع العدوى وانتشار العدوى للآخرين. إحنا حاليا يعني نشدد بالإجراءات الوقاية، إجراءات السلامة، خصوصا عدم الاكتظاظ. وبحسب نقابة الأطباء، فإن إصابة الملاكات الطبية والتمريضية تعد خسارة مضاعفة لكونها تقف في خط الصد الأول في مواجهة الجائحة، وهنا تكمن أهمية حماية الأطباء من قبل وزارة الصحة وتوفير الظروف الصحية لممارسة عملهم. محمد جبار، العراقية الإخبارية، بغداد. قال مدير عمليات خلية أزمة كورونا في الأردن العميد مازن الفراية أنه في ضوء ما أعلن من مؤشرات بشأن ارتفاع حالات كورونا في لواء الرمثة، تقرر عزله عن باقي ألوية محافظة إربد ومحافظات المملكة. الفراية أكد أن العزل سيبدأ اعتبارا من الساعة 6 من صباح يوم غد الاثنين، مشيرا إلى أن القرار جاء لحماية اللواء والحفاظ على الوضع الوبائي بمستوى آمن في المملكة. سجلت وزارة الصحة السعودية 1413 إصابة جديدة بفيروس كورونا. الوزارة أكدت في بيان رصد 31 حالة وفاة جديدة ناجمة عن الوباء، ما يمثل أدنى حصيلة وفيات يومية منذ الأول من شهر آب الحالي. إلى ذلك، سجلت وزارة الصحة الإيرانية 161 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا. المتحدثة باسم الوزارة سادات لاري أوضحت أن إيران سجلت 2245 إصابة جديدة بالفيروس، وأضافت أن عدد المتعافين من كورونا في إيران بلغ 295,630 شخصا. سجلت وزارة الصحة الكويتية 512 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وذكرت الوزارة في بيان أنه تم تسجيل 4 حالات وفاة، فيما تم تسجيل 779 حالة شفاء. قال وزير الصحة الروسي ميخائيل موروشكو أن مجمل الانتقادات الموجهة للقاح الروسي تتعلق بضرورة أن يتم نشر كافة البيانات الخاصة باللقاح ونشر معلومات أكثر عن الدراسة والتجارب بخصوصه. موروشكو أكد أن روسيا ستقوم بنشر نتائج الدراسات السريرية وما قبل السريرية قريبا جدا، مبينا أن الكثير لا يعرفون أن المنصة الحيوية التي جرى تطبيق اللقاح الجديد عليها قد استخدم سابقا في إنتاج 6 عقاقير. على الرغم من آفاقها البعيدة، إلا أن العراق يصر على اتباع الطرق الدبلوماسية في التعامل مع الاعتداءات التركية على أراضيه واتباع الأعراف الدولية في استرداد الحقوق. على من تحرك وما ردود الفعل؟ نتابع ذلك في التقرير الآتي. على الطريق الدبلوماسي يسير العراق، عسى أن يجده معبداً ويخرج بموقف موحد يلزم تركيا بسحب قواتها من أراضيه المتمركزة بذريعة ملاحقة عناصر حزب العمال الكردستاني. فعملية مخلب النمر ابتعدت عن أهدافها، فاستهدفت قوات عراقية ومدنيين دون الاعتذار أو حتى الاكتراث، ليصر قادتها على مواصلتها ضاربين الأعراف الدولية عرض الحائط. تلك الأعراف والمسارات القانونية سلكها العراق مبتدئاً بتسليم السفير التركي مذكرة احتجاج على انتهاك السيادة العراقية، هي الثالثة خلال شهرين، وإلغاء زيارة وزير الدفاع التركي إلى بغداد، كما هو الحال لجميع الزيارات المقررة بين البلدين في الوقت الحاضر.
ليلجأ بعدها إلى عالمه العربي، لتتحرك خارجيته نحو نظرائها في مصر والأردن والسعودية والكويت وأمين عام جامعة الدول العربية، والتي أكدت جميعها موقفها ضد الاعتداءات واحترام هيبة الدولة العراقية. ثم تحركت الخارجية نحو العالمية لتجري اتصالات مكثفة مع الخارجية الفرنسية والألمانية ووزير الدولة لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في بريطانيا، والموقف كان موحدا أيضا بضرورة حفظ السيادة العراقية في وقت بات تدويل القضية مطلبا سياسيا ومحليا لغلقها بشكل نهائي، الأمر الذي يواجه صعوبة بالغة في ظل التزمت التركي بقواعده المتعمقة في الشمال العراقي. سلا البياتي، العراقية الإخبارية. وعلى الرغم من الاعتداءات المتكررة من قبل تركيا على الأراضي العراقية، إلا أن العراق لا يزال يطبق الطرق الدبلوماسية في الحوار مع أنقرة، في وقت دانت دول عربية وعالمية هذه التجاوزات وعدتها بأنها تجاوز على المنطقة بأكملها. تصعيد عسكري تركي يواجهه رد دبلوماسي عراقي، خطوة جديدة تتخذها الجارة التركية بقصف يوقع ضحايا وحمل مسمى محاربة قوات حزب العمال الكردستاني، وتلويح عراقي بأوراق ضغط أولها الورقة الاقتصادية. إصدار حرب اقتصادية أو غيرها يمكن أن تقوم بها الحكومة العراقية إن استلزم الأمر ولم يأخذ المجال الدبلوماسي السياسي بين العراق وتركيا ما أخذ، أي بقيام العراق بإبعاد أولاً عناصر البكك عن الأراضي العراقية بالتعاضد والتعاون مع الطرف التركي، وكذا الأمر حتى مع الجارة إيران. ورغم وجود اتفاقات أمنية بين العراق وتركيا، إلا أن الأخيرة تجاوزت جميع الأطر الدولية بعمل عسكري في عمق دولة جارة، أمر استنكر محلياً وعربياً ودولياً ليكون بوابة لرفع شكوى إلى مجلس الأمن الدولي لحسم الأمر. نقطة الإدانة من الجامعة العربية نقطة مهمة جدا، وهذه يعني أن تكون الجامعة العربية متواصلة مع هذا الحدث هو مهم جدا لدعم موقف العراق فيما لو لجأ العراق إلى تقديم شكوى إلى مجلس الأمن الدولي، وكذلك هنالك اتفاقيات ما بين دول مجلس يعني دول العربية في حماية السلم وحماية الأمن الدول العربية نفسها. التحجج بوجود قوات تهدد الأمن القومي التركي أمر رفضته الحكومة العراقية إضافة إلى أطراف عربية ودولية، وإذا ما استمر الحال فالتوجه إلى مجلس الأمن الدولي هو الحل الأمثل بحسب متابعينا لهذا الشأن لفك هذا الالتباس والارتباط الذي يسبب بتجاوزات على الداخل العراقي. عباس نعمة، العراقية الإخبارية، بغداد. أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية عباس موسوي أن المجتمع الدولي رفض مرة أخرى محاولات أمريكا التي وصفها بالمتهورة وغير المجدية لزعزعة مكانة مجلس الأمن. وأضاف موسوي في مؤتمر صحفي أن واشنطن تمكنت من إقناع دولة صغيرة للتصويت لصالح قرارها بتمديد حظر الأسلحة على إيران، مبينا أنه على مدار 75 عاما من تاريخ الأمم المتحدة لم يسبق أن كانت الولايات المتحدة معزولة لهذا الحد. وكان الرئيس الإيراني حسن روحاني رحب برفض مجلس الأمن الدولي مشروع القرار الذي تقدمت به الولايات المتحدة لتمديد حظر السلاح المفروض على إيران. وأكد روحاني في كلمته خلال اجتماع اللجنة الحكومية لمكافحة فيروس كورونا أن الولايات المتحدة هزمت بإذلال في تمديد الحظر التسليحي، مشيرا إلى أن هذا يمثل نجاحا كبيرا لإيران.
في المقابل قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أن الإخفاق في تمديد حظر السلع على إيران خطأ جسيم. وأضاف في مؤتمر صحفي خلال زيارة لبولندا أن واشنطن تأسف لعدم تصويت مجلس الأمن على حظر الأسلحة على إيران. بدورها قالت المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة كيلي غرافت أن بلادها ستسعى لتطبيق آلية العودة لكل العقوبات على إيران خلال الأيام المقبلة. عبر سكايب ينضم معنا الآن من طهران مراسلنا من هناك دريد زهير. أرحب بك دريد، ونتحدث إذن عن ترحيب إيراني لرفض القرار الأمريكي المتعلق بحظر السلاح إلى إيران. ماذا بعد هذا الترحيب دريد؟ تحية طيبة. يعني هذا الترحيب هو دليل من خلال كلام تصريحات الرئيس الإيراني بأنه مرحب بهذه الخطوة التي قام بها المجتمع الدولي تجاه طهران. المجتمع الدولي بعث رسالة للإيرانيين بأنه يريد الحفاظ على الاتفاق النووي، ويعتبر الاتفاق النووي رئيسي ومهم للسلام والأمن في العالم. وبعث رسالة يعني الإيرانيون قرأوها بهذا الشكل، بأنها بعث رسالة إلى الولايات المتحدة بأن القرارات الأحادية في هذه الفترة ليست هي الحل، وأن يعني وضع مجلس الأمن الدولي على المحك ووضعه أمام اختبار لمشروعيته من خلال قرار أمريكي، مشروع قرار أمريكي يعني ينفي ويهدم قرار 22-31 هو ليس بالأمر الصحيح. وطبعا هناك إشارة أيضا لمجيد تخت روانشي الذي تحدث أيضا عن أن هذه الخطوة هي ليست خطوة وحيدة ومبتورة، بل هي رسالة للولايات المتحدة الأمريكية بأن خروجها من الاتفاق النووي لن يسمح لها باستخدام آلية الزناد التي ستعيد العقوبات من جدة وجديد على إيران، لأنها خرجت بتصريح من الرئيس ترامب في عام 2018 من هذا الاتفاق. فإذا عدم مماشاة السياسة الأمريكية في مجلس الأمن الدولي هي رسالة أيضا للولايات المتحدة بأن المجتمع الدولي سيرفض الخطوة التالية، وهي خطوة يعني ضغط الزناد وإنهاء العمل بالاتفاق النووي. الاتفاق النووي على ماذا تستند هنا طهران دريد؟ لربما أيضا المجتمع الدولي سيمضي باتجاه أيضا برفض العقوبات الأمريكية على إيران، على ماذا تستند طهران بالتحديد؟ يعني تستند على قوة النص القانوني الموجود في الاتفاق النووي تحديدا. هذا ما تحدث عنه الرئيس الإيراني تحديدا اليوم، قال بأن هذا الانتصار وهذه ما حدث في مجلس الأمن الدولي يدل على قوة النص الموجود في الاتفاق النووي، والذي سيسمح بالتعامل مع الآخرين من خلاله. الآخرين يعلمون جيدا بأن هذا الاتفاق النووي هو الوازع الوحيد الذي يمنع إيران من تطوير برنامجها النووي، ويسمح لهم بالمراقبة لهذا البرنامج النووي الذي لولا هذا الاتفاق أمور أخرى قد لا يحبذها المجتمع الدولي. يعني الإيرانيون يرون بأن هناك أمل للتعامل والعودة، عودة الأوروبيون تحديدا لتنفيذ ما وعدوا به من خلال الاتفاق النووي. الذي يرى بعض يعني الموجودين هنا، بعض التيارات السياسية في إيران، بأنه لن يبقى منه سوى يعني هيكل عظمي، ولا يؤتي بلحم أو بثمر إلى الإيرانيين، خصوصا بعد عدم تنفيذ الأوروبيين لما تم النص فيه من خلال رفع العقوبات كاملة والتعاون والتجارة كاملة مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية. طيب دريد، يعني إذا ما تحدثنا عن هذا القرار، رفض مجلس الأمن القرار الأمريكي المتعلق بتمديد حظر السلاح إلى إيران، هل أن الواقع الإيراني، الواقع الاقتصادي بالتحديد، يسمح
إلى طهران بأن تتحرك باتجاه الدول المصدرة للسلاح، الحديث عن اتفاقيات لربما عسكرية بهذا الصدد؟ يعني الحظر التسليحي كما نعلم بأنه ليس بالشيء المهم بالنسبة إلى إيران كشراء سلاح، لكن هذه العقود التسليحية هي يعني فتح باب مجال إلى علاقات أكثر قوة ومتانة مع الدول المصدرة والمنتجة للسلاح كروسيا مثلا، كالصين، كدولة كألمانيا أو كحتى فرنسا التي هي موجودة فعليا على الخط من أجل الحفاظ على هذا الاتفاق النووي. يعني قد يكون السلاح هو مضمون القرار، لكن تبعاته هو ما هو أهم منه. يعني القرارات، العلاقات السياسية، العلاقات الاقتصادية، هناك مشاريع بعشرات المليارات الدولارات قد تفتح أبوابها على تلك الدول من خلال التعامل مع إيران في هذا المجال أيضا. طيب دريد، كيف علقت الصحافة الإيرانية عن هذا الموضوع بالتحديد؟ كيف تعاطت معه وما هي وجهة نظر الصحافة الإيرانية بالعموم عن رفض هذا القرار؟ يعني تحديدا صحيفة إيران عنونت اليوم بأنه هزيمة لترامب من خلال عدم إقرار مجلس الأمن الدولي لمشروعه الذي تم تعديله 4 مرات، وكان يعلم، على حسب ما ذكرت الصحيفة، كان يعلم الأمريكيون بأن شركائهم لن يوافقوا عليه، لذلك عدلوه لأكثر من مرة إلى 4 مرات. ولكن الصحيفة أيضا على رغم أنها وصفت هذا الشيء الأمر بالهزيمة، لكنه ذكرت بأن أنها لن ستكون الخطوة الخاتمة للمشروع الأمريكي والقرارات الأمريكية، بل هو خطوة من خطوات أخرى قد تستمر إلى قريب الانتخابات الأمريكية، لأن الانتخابات الأمريكية كما تعلمون إحدى الأمور التي تحدث عنها ترامب هو توصله إلى يعني اتفاق مع إيران بعد فوزه خلال شهر واحد. إذن إيران بالنسبة إلى الحملة الانتخابية لترامب قضية مصيرية. ولكن يعني كما لاحظتم أن صحيفة إيران تقول بأن الخطوة التالية قد تكون إجبار الشركاء الأوروبيون للولايات المتحدة باستخدام آلية الزناد ويعني فض الاتفاق النووي وإنهائه. لكن الشركاء الأوروبيون يعلمون جيدا بأن عدم وجود اتفاق نووي قوي كما هو موجود إلى هذه اللحظة الذي لا يسمح إلى إيران بتطوير برنامجها ورقابة صارمة من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية على برنامجها النووي قد يفتح المجال على سيناريوهات أكثر خطورة مستقبلا، وقد يكون سباق تسلح نووي إن لم يكن في المنطقة سيكون في العالم لفشل الدبلوماسية. أنا أشكرك جدا مراسلنا من طهران دري زهير. أكد مكتب المجلس الوطني الأثيوبي لتنسيق المشاركة العامة في بناء سد النهضة هيلو إبراهام أن المساهمة الشعبية في بناء السد زادت بعد إنجاز ناجح لملء العام الأول. إبراهام أضاف في تصريحات صحفية أن الناس قدموا مساهمة بأكثر من 100 مليون بر في فترة زمنية قصيرة، مبينا أن الدعم المالي إلى جانب الدعم السياسي ساعد السد على الوصول إلى مستواه الحالي. طلقت في العاصمة السودانية الخرطوم جلسة المباحثات الرسمية الموسعة بين حكومتي مصر والسودان بمقر مجلس الوزراء السوداني بحضور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري وعبد الله حمدوك رئيس الوزراء السوداني. مصادر محلية أفادت بأنه من المقرر انعقاد اجتماع سداسي مشترك ليسبق انطلاق مفاوضات سد النهضة اليوم التالي للاجتماع، وسيضم وزراء الري والخارجية من البلدان الثلاثة. قال رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك انه ناقش مع رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي القضايا المشتركه مثل الربط الكهربائي والصحه والتعليم والتجاره وسد النهضه والقضايا الاقليميه.
حمدوك أضاف في مؤتمر صحفي أن الزيارة تؤسس لبداية جديدة تقوم على عقد العزم لتفعيل الاتفاقيات والبروتوكولات وكل ما تم الاتفاق عليه وتنفيذها. هذا وكان رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي قد وصل في وقت سابق إلى العاصمة السودانية الخرطوم على رأس وفد رفيع المستوى لبحث عدد من الملفات المشتركة بين البلدين. أول زيارة لرئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي إلى السودان منذ تشكيل الحكومة الانتقالية في الخرطوم عام 2019 أجراها مدبولي وهو يترأس وفدا وزاريا لبحث التعاون بين القاهرة والخرطوم في مجالات الربط الكهربائي والسكك الحديد، فضلا عن التجارة والصناعة والصحة والتعليم العالي. من أهم الملفات التي يحملها رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي في زيارته للخرطوم وحدة الهدف والمصير بين الشعبين المصري والسوداني، وإبلاغ طبعا الوقوف بجانب الشعب السوداني في محنته التي يعاني من الفيضانات التي حدثت في الفترة الأخيرة. وكذلك يحمل الدكتور مصطفى مدبولي من الملفات طبعا التضامن بين مصر والسودان في مواجهة أي أخطار قد تحدث في من سد النهضة الإثيوبي. الزيارة تأتي على وقع أزمة سد النهضة وفي الوقت الذي أعلنت فيه مصر والسودان تعليق المفاوضات وتأجيل استئنافها لمدة أسبوع، ما يرجح احتمالات أن يكون ملف السد الأثيوبي في مقدمة أولويات هذه الزيارة. فقد أكد محللون أن القاهرة تسعى لتوحيد أوراقها التفاوضية مع الخرطوم قبل الانخراط في جولة جديدة من المباحثات مع أديس أبابا التي ما زالت متمسكة حتى الآن بالامتناع عن الاستجابة لمطالب وشروط دولتي المصب. تأتي هذه الزيارة لتوحيد الموقف المصري والسوداني حتى تكون وراء الضغط على أثيوبيا، وأثيوبيا ما تقدرش أنها تجد ثغرات من خلال السودان للضغط على مصر. إذا كان موقف السودان موقف صلبا يعي مصالح مصر والسودان معا، هنا هنقدر نقوي موقف التفاوضي في أزمة سد النهضة مع أثيوبيا. كمان تأتي الزيارة في وقت شديد الخصوصية، اللي الوقت اللي فيه بتنتهك الأراضي الليبية، وممكن يكون في السودان هجرة غير مشروعة للإرهابيين، فده ملف مفتوح وملف مهم جدا. كما أعلنت أثيوبيا مؤخرا أنها مستعدة لاستئناف مفاوضات سد النهضة الاثنين المقبل في وقت ما زال قادتها يؤكدون عدم القبول بأي اتفاق يلزم أديس أبابا بإطلاق حصص مائية محددة من مياه النيل إلى مصر والسودان. أحمد محمد صالح، العراقي الإخبارية، القاهرة. فلسطينيا أحرق متظاهرون في قطاع غزة صورا للرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. جاء ذلك في وقفة نظمها العشرات من المحتجين في مدينة رفح مع حمل شعارات رافضة للاتفاق الإماراتي لتطبيع العلاقات مع إسرائيل. وقال إسماعيل رضوان القيادي بحركة حماس في حديث لوسائل الإعلام، قال أن الاحتلال لن يتحول أبدا إلى صديق للعرب والمسلمين، مشيرا إلى أن أطماع الاحتلال لن تقف عند حدود فلسطين بل ستتعدى ذلك إلى نهب خيرات الدول العربية جميعا. حرارة الصيف اللاهبة لم تثني موظفي العقود في الخطوط الجوية العراقية عن التظاهر للمطالبة بتثبيتهم على الملاك الدائم لوزارة النقل وإيجاد الحلول المناسبة لإنهاء معاناتهم. عشرات المتظاهرين احتموا تحت هذه الأشجار من أشعة الشمس ملتمسين يدا كريمة لتخليصهم من البطالة وتعيينهم في مؤسسات الدولة. منذ 20 سنوات تم تعيينهم وفق نظام العقود
موظفو الخطوط الجوية تظاهروا في بغداد للمطالبة بتعيينهم على الملاك الدائم في وزارات الدولة لتوفر أكثر من 800 درجة وظيفية حسب رأي المتظاهرين. المشكلة بأنه الخطوط الجوية العراقية تمتلك 800 درجة إذا يطيل هاي العقود يحل مشكلة كلش كبيرة. هاي العقود حقها، يعني ليش ما يعطون هاي حق لهاي العقود؟ تعيننا ب 2016 وأكو بينا قبل 2016 بأربع وخمس سنين، كنا أصحاب شهادات وخبرات وأكفاء، قطعوا راتبنا لمدة سنتين، ظلينا نعاني ونشتغل على أكمل وجه ودارين الخطوط على أكمل وجه. المتظاهرون لم يفقدوا الأمل بالحصول على فرص التعيين وناشدوا أكثر من جهة لتلبية مطالبهم. اعتصامهم المفتوح جمع العديد من الاختصاصات والخبرات الهندسية والإدارية التي تخدم وزارة النقل وفروعها. احنا شركة تمويل ذاتي، يعني ما راح نحتاج موافقة تخصيص مالي من وزارة المالية، احنا شركة تمويل ذاتي. عندنا 800 درجة وظيفية شاغرة حاليا، نطالب مناشدة، نطالب انه بس ينطي إعاز لوزير النقل حتى بس يحصر ال 800 درجة حصراً للعقود، هاي الفئة المظلومة اللي صار لنا خمس سنين واللي أكو من خمس سنين إلى عشر سنين نشتغل. إحنا شباب صار أكثر من عشرة أيام من قبل العيد إحنا هنا واقفين، شباب وبنات بهالحار وبهالشمس، وكنا كفاءات وكنا شهادات، وأقل شخص بينا عنده بكالوريوس، وأقل شخص بينا متزوج، وعند أنا واحد من الناس أسولف لك عن وضع، أنا متزوج وعندي أربع أطفال. حذفوا استحداث عن أربع سنين 2016 2017 2018 2019، من ضمن هاي 800 درجة أكو 320 مصادق عليها من المالية، يعني يقدر وزير النقل أستاذ ناصر بتوقيع واحد يعين 320 تقريبا. على الرغم من حرارة الشمس التي لن تثنيهم عن التظاهر والمطالبة باحتساب رواتبهم غير المستلمة، إلا أنهم يسعون إلى تدوير حقوقهم أسوة بباقي مؤسسات الدولة. من بغداد، محمد العيداني، العراقية الإخبارية. وبالعودة إلى ملف سد النهضة، ينضم معنا الآن مراسلنا من القاهرة أحمد محمد صالح. ورحب بك أحمد، ونتحدث عن جولة جديدة من المباحثات المصرية السودانية فيما يتعلق بسد النهضة. ما المرجو من هذه المباحثات أحمد؟ يعني بالتأكيد المرجو من هذه المباحثات بالإضافة إلى أجندة كثيرة يعني كشفت عنها مصادر سودانية وأيضا مصرية، منها تعزيز التعاون ما بين البلدين في مجالات عديدة، منها اقتصادية وتجارية وملاحة بحرية وموانئ الدولتين على البحر الأحمر وغيرها من المساعدات. هناك أيضا نقطة مهمة وهي التوصل ربما إلى اتفاق يعني ما بين البلدين حول مفاوضات سد النهضة الأثيوبي. بالتالي يعني ترأس اليوم رئيس الوزراء المصري وفدا وزاريا رفيع المستوى وأيضا متعدد الجوانب والاختصاصات الوزارية، وذهب به إلى السودان. وهناك يعني من خلال البيان المشترك الصادر عقب انتهاء هذه المباحثات تم الإعلان بأنه تم التوصل إلى بروتوكولات تعاون ما بين البلدين في مجالات عديدة، ومنها أيضا الاتفاق على تأهيل الكوادر السودانية للتعامل مع أزمة الفيضانات وغيرها من أمور التعاون المشترك بين البلدين نجاح. ولكن لا يفوتنا أنه من ضمن النقاط الأساسية هي أنه المباحثات هي التوصل إلى اتفاق ما بين مصر والسودان حول الأوراق التي ربما سوف توحد ما بين البلدين والذهاب بها إلى استئنافات ربما سوف تستأنف، عفوا مفاوضات ربما سوف تستأنف مع أثيوبيا يوم الاثنين المقبل. طيب هل هذه الاتفاقات الجديدة التي تحدثت عنها أحمد ستؤسس لمرحلة جديدة أيضا للتعامل مع أثيوبيا فيما يتعلق بسد النهضة؟ بالتأكيد نجاح، يعني خلال ربما المفاوضات السابقة الممتدة منذ 2011 وحتى هذه اللحظة ربما كان موقف السودان متأرجحا قليلا لعدة أسباب، يعني تارة يظهر كوسيط وأخرى يظهر كأصيل في هذه المفاوضات، ولكن مؤخرا ظهر كطرف أصيل في هذه المفاوضات. ولكن ربما السودان أكثر أريحية أو ربما لها مردودات إيجابية من بناء السد على عكس مصر الخاسر الأكبر من بناء السد، كون أن السودان من المتوقع أن تحصل على توفير ما يقارب 40% من الطاقة الكهربائية، وأيضا من الممكن أن يوفر السد أو يخلص السد السودان من أخطار الفيضانات يعني التي تغمر يعني أغلب الأراضي الزراعية في شمال السودان وفي شرق السودان. بالتالي ربما السد سوف يوفر مساحة أو وقت أكثر لزراعة الأراضي الزراعية في السودان وغيرها من الأمور، فضلا عن أن أثيوبيا ربما هي حليف استراتيجي للسودان
خصوصا في المناطق التي تشهد تأزما سياسيا وأمنيا في شرق السودان وفي جنوب السودان. بالتالي هناك ربما مصالح مشتركة، ولهذا حاولت أثيوبيا أن تستميل السودان في أوقات سابقة وعرضت حتى أن عليها أنه أن يكون هناك اتفاق ثنائي ما بين البلدين، ولكن السودان رفضت هذا الاقتراح الأثيوبي كونها أيضا في الوقت ذاته لا تريد أن تخسر مصر وهي الحليف والجار القوي والاستراتيجي لها، وأيضا ما دائما ما تدعم مصر السودان بمساعدات إنسانية وطبية وغيرها من الأمور، وأيضا مصر يعني السودان لا تريد خسارة مصر. بالتالي الهدف من هذا الزيارة ربما هو لتأكيد الموقف السوداني بصورة تامة، خصوصا وأن البلدين أو كلا الأطراف الثلاثة مقبلة على استئناف مفاوضات تم تعليقها في أوقات سابقة بسبب الاعتراض على الإجراءات الأثيوبية الأخيرة. بالتالي ربما الهدف الأساسي أنه مصر تحاول أن تجعل مصر والسودان في كفة وأثيوبيا في كفة أخرى أو في ضفة مقابلة. بالتالي ربما هذا الأمر سيتيح لمصر ورقة ضاغطة جديدة سوف تذهب بها إلى مفاوضات جديدة. طيب إذن أحمد، توحيد أوراق تفاوضية بين الخرطوم والقاهرة، ماذا بشأن الاتحاد الأفريقي؟ كيف سيتعامل مع هذا الاتفاق؟ ربما يعني الاتحاد الافريقي نجح وان كان راعيا او مشرفا على هذه الجوله الاخيره، ربما حتى بتكليف من مجلس الامن الدولي، ولكن يعني الكثير من هذا الاتحاد هي تشمل في الوقت ذاته او تمثل في الوقت ذاته هي دول حوض النيل، وبالتالي هذه الدول هي ايضا تخشى مصر منها ان تكون اقرب او يعني ما يعني منحازة أكثر إلى أثيوبيا منها إلى مصر والسودان، وربما أن حتى هي أحدى مخاوف مصر ربما حتى الغير معلنة بشكل واضح، هو أن مسألة السد ليست مسألة آنية بالنسبة لمصر وإنما هي مسألة مستقبلية. بالتالي في حالة التهاون مع موضوع سد النهضة هذا الأمر ربما سيجعل الباب مفتوحا أو مشرعا أمام دول حوض النيل، ونحن نتحدث عن ما يقارب 9 دول في أفريقيا تمثل دول حوض النيل أو المنبع بالنسبة للنيل الأزرق، وبالتالي ربما هذه الدول مستقبلا سوف تقوم بإنشاء مشاريع مشابهة لسد النهضة الأثيوبي، وبالتالي هذا سيؤثر على مصر. بالتالي يعني وهذا أيضا يقودنا إلى نقطة الخلاف المفصلية أو النقطة الخلاف الجوهرية التي يعني علقت بسبب المفاوضات من قبل مصر والسودان، وأن مصر يعني أثيوبيا حاولت أن ترجع النقاش حول تشغيل ملء وتشغيل السد إلى معاهدة شاملة مستقبلية ما بين دول حوض النيل جميعا ومن ضمنها دول المصب السودان ومصر، ولكن مصر والسودان تؤكدان وخصوصا بعد هذه الزيارة تؤكدان على أن الذهاب بموقف موحد وهو التأكيد أو رفض أي إجراءات أحادية من قبل أثيوبيا والتأكيد على التوصل إلى اتفاق يحدد به ملء وتشغيل السد وأيضا يحدد به آلية فض النزاعات المستقبلية والآنية وأيضا يحدد به يعني آلية الحكم أو الجهة التي ربما سوف ترعى أي نزاعات أو خلافات آنية أو مستقبلية حول هذه السد. طيب. وبالتالي هذا ما الحديث ما زال يدور عنه. طيب نعم. أي طرف مستفيد أكثر أحمد من هذه الاتفاقات؟ أتحدث عن الخرطوم والقاهرة، إذا ما تحدثنا طبعا عن الربط الكهربائي، الصحة، التعليم والتجارة وقضايا إقليمية أخرى، أي طرف لربما هذه الاتفاقات ستعود عليه بالنفع؟ يعني لو أخذنا بصورة شمولية يعني ما تم الإعلان عنه في من خلال البيان المشترك من خلال كلا الطرفين، بالتأكيد السودان هي الرابح الأكبر كون السودان هي التي تحصل وهي التي تأخذ وهي التي تتعاون مع مصر في تدريب كوادرها وهي التي تتفق مع مصر على الحصول على مساعدات وإمدادات وهي التي تتفق مع مصر على يعني إنشاء أو إدارة موانئها المشتركة على البحر الأحمر. بالتالي مصر يعني ربما اليوم وإن كانت في مظهر أكثر قوة وإنها تعطي، ولكنها ربما في الظاهر أو بحسب نظرة تحليلية لبعض المحللين بأنها تحاول أن تستميل السودان، وهو الطرف الذي يحاول أن يبحث عن مصالحه من خلال المفاوضات من كلا الطرفين. بالتالي يعني هذا يعودنا إلى السبب الرئيسي وهو أنه اليوم تحاول مصر أن تظهر أو أن يعني تتحقق من موقف السودان بشكل كامل وأن تذهب إلى المفاوضات مع ضمان أن السودان هو حليف دائم وليس ليس متأرجحا كما في المرات السابقة. أنا أشكرك جدا مراسلنا من القاهرة أحمد محمد صالح.
سقط صاروخان من نوع كاتيوشا على معسكر التاج الشمالي العاصمة بغداد. وذكرت خلية الأعلام الأمني في بيان أن الصاروخين انطلقا من منطقة الراشدية شمالية العاصمة، ولم ترد تفصيلات أكثر حول طبيعة الحادث والخسائر. من جهته أكد المتحدث باسم التحالف الدولي الكولونيل مايز غانغنغز أنه لم يكن هناك أي وجود لقوات التحالف الدولي قرب المنطقة المستهدفة بالقصف. أربعة أعوام مرت ومعاناة محمد وأسرته مستمرة في بلد يكفل دستوره الحياة الطبيعية لمواطنيه. محمد طفل يعاني من مرض بالدم، انقطعت جميع الطرق أمام أسرته لعلاجه، ولم يتبقى سوى طريق العلاج خارج البلاد والذي يتطلب دعما حكوميا. الهيموفيليا، نصف الدم الوراثي، هو ما يعاني منه الطفل محمد من أهالي مدينة الكاظمية ببغداد. أربعة أعوام مرت على معاناة الطفل وعائلته، بدءا من ولادته والخوض بدوامة اكتشاف المرض، وصولا إلى حقيقة عدم وجود علاج نهائي له إلا بحقن غير متوفرة داخل البلاد. بسبب سوء التشخيص بالبداية، يعني ما عرفوا محمد شنو مرضه، اضطرينا احنا نسافر به للخارج. عرفنا بلبنان بأنه شنو مرضه، من عرفنا مرضه احنا يا الله قدرنا نرجع للعراق. مرضه غير موجود يعني هنا بالعراق، علاجه غير مقر من وزارة الصحة، مع العلم الأمراض المشابهة اللي هي ما يسموها هيموفيليا الفاكتور السابع والثامن والتاسع موجودة بمدينة الطب وتوزع مجانا. صورة موجود خارج العراق؟ خارج العراق موجود بلبنان، بإيران، العفو بالسعودية، بالأردن موجود. هذا كبديل اللي هم احنا اللي نستخدمه، بس الأصلي موجود بلندن، موجود بألمانيا، موجود بسويسرا. حالة الطفل محمد عرضت على أربعة وزراء صحة وآخرهم الحالي، ولا يوجد حل، فيما تتحدث عائلة الطفل عن إن علاج مرضى الهيموفيليا متوفر في بلدان الجوار والعالم من قبل مؤسساتها الصحية بشكل حصري لأسباب طبية بحتة. هاي الفترة كلها احنا نشتري العلاج على حسابنا الخاص من الخارج. قابلنا الوزراء السابقين، الوزير الحالي، قابلنا اللجان، قابلنا الكوادر. إلى الآن قابلنا الدكتور من زمن عديلة حمود، قابلناها، وعلاء العلواني، دكتور علاء، دكتور جعفر علاوي، قابلنا دكتور حسن التميمي قبل فترة، بظل هاي الفترة جائحة كورونا. إلى الآن لم يتوفر أي علاج. إحنا ناشد عبر قناتكم ومن خلال شاشتكم السيد مصطفى الكاظمي بالوقوف والاهتمام والالتفات لهذه الحالة. بين الإهمال وضعف الإجراءات المتخذة وتحمل مزاجيات الكثيرين، تعاني عائلة الطفل محمد من عدم وجود حل يضمن لطفلهم استقرار حياته في بلد يكفل قانونيا حياة طبيعية لمواطنيه. من بغداد ياسر عامر، العراقية الإخبارية. ختام هذه النشرة العناوين. اللجنة العليا تبقي على الحظر الجزئي وتصدر تعليمات خاصة بشهر محرم الحرام. تزايد الإصابات بكورونا بين الكوادر الصحية في العراق، وروسيا تكشف نتائج لقاحها قريبا. ترحيب إيراني بنقض تمديد حظر الأسلحة، وبومبيو يصف الرفض الأممي بالخطأ الجسيم. وانطلاق مباحثات مصرية سودانية في الخرطوم لوضع نهاية حاسمة لأزمة سد النهضة. شكرا لكم، تحياتي. We'll be right back.